من دق دق لما قطعت دوري كيفاش اسكت والله لما دق 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 لما دق مولدي سكر فمك جايبتني المحاضره قالت لك تاع نساويه المحاضره علاش جايبتيني وعلاش علاش يمدك ريت المحاضره ذي المحاضره ذي باش يختصوا فيها في القضاء على العنف ضد الزوجه عاودها مدك مره اخرى عاودها تعمل لك محاضره في القضاء على الزوجه جل واحد ريت ابو دخيرة مولدي اسمعني ريتها الدكتورة ذي مشي تلعب راهي جت بالذمة من مصر المرأة فهمت باش وهي أخصائية هكا فهمت على زواج كله وجت باش تحق لنا مشاكلنا هرة معناها مشاكلنا باش تولي في مصر معناها عادي نسمع أبو تريكة ماخذ مني موقف معناها هي مش كيف تسميك والله يا مزيد مزيد طوري كيفاش احكي بالسياسه المراه راهي ديما في التلفزه وفي المحاضرات نتاعها تقول لك احكوا من اللوطه بهدوء احكوا من اللوطه شني من اللوطه شني من اللوطه مكة علي معلول ولاتي من اللوطه من اللوطه تتفكى من اللوطه قالت له من اللوطه سكت فمك ايه ده ايه ده ايه ده في ايه يا جماعه في ايه في ايه ليه صوتكم عالي كده في ايه الدكتورة خيتي اجري لي الدكتورة خيتي الدكتورة خيتي راه عامل فيا الدكتورة خيتي راه يضرب فيا الدكتورة خيتي ايه ده زيت كريب زهرة بي الدكتورة خيتي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انت الدكتورة ايمان عز الدين ان شاء الله انا الدكتورة ايمان عز الدين نتشرف ونا المولدي وهذا عز الدين ما اسمح لكش ان انت تهزق مراتك قدامي بالشكل ده بلاش ما اسمح لك طبعا تعرفي يا دكتورة تعرفي اللي هو يهزق فيا قدام حارة كاملة تعرفي حارة كاملة تتفرج وهو يهزق فيا تكذب تكذب يا دكتورة تكذب لا ما نبدأ نهزقك لك نبدأ عامل حارة كاملة معلش 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 بص هني سكت معلش يعني ممكن بعد اذنكم نتكلم بالراحة واهم حاجة أهم هي إيه؟ الهدوء الهدوء من اللوطة معناها من اللوطة والله اسكت الهدوء فضل دكتورة إيه؟ ريتي باش نحكي معك بهدوء إيه؟ ريتي حد ما هو باش يسمع اسمعيني ريتي أنا والسيد هذا ريتي في الليل كنزوزو للفرس يعطينا بظهره أنا هدوء تحكي علي أنا هدوء تحبيني فيه بسريلي أنت ولا تسكت بسريلي أنت تسكت يلي تعطي بظهرك يلي تعطي بظهرك ريتي حاجة أخرى النار اللي بنتنا تفت أنت تشعليها تصوري يا أمورك يا دكتورة الشراحة تصوري ريتها هذه تصوري نقوم صباح نلقى في وجهي تصوري تقول ولد عمي بحثي تصوري هذا اللي نفهم كف أش مش نعم يعني بتعترف يعني بتعترف أنت بتضربها نعترف أيوة يعترف ريتي مصبح للليل وهو يديني بالبوكس في مناخيري ويديني بالألم على وشي وعلى أفايا ونزل فيا ضرب 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 بالقلم أنا أضربك نعم ضربتك بالقلم ورديني ما كتباشي معناه ولا انا ضربتها بالقلم ساعات شيء نعطي بوني لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت بص بقى الاثنين انا الكلام موجه لكم الاثنين انت عارف لو مديت ايدك عليها تاني انا ممكن اعمل معاك ايه انت عارف لو مديت ايدك مش مستعملي مش تعملي ترى اش مش تعملي جايتنا من مصر تفلم علينا كنت عارف اش مش تعملي اش عندك تعملي ترى وريني اش تعملي نحط ايدي ونحط رجلي كان لازم نرقد كان نسك نسك اش تعملي ريتي سعدي ريتي اش مش تعملي لي انا هعاتبك 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 يا اخويا عاتبني ليه انت شبعي هعاتبي للصباح بص بس دكتوره ريضي روحك لا بص انت انا في جواك ها في جواك غضب عندي صحيح وزعل صحيح عندي مشرجي مشرجي انا عارفه خليني نعرف روح احنا هنعمل تمارين مع بعض قول لي ليه قول لي ليه ليه عشان اخرجه بره خرجي شك خرجي وش همك خرجي وش همك فضل اوكي فضل بص بقى اتنفس معايا قول ورايا انا لا لسه ما قلتش قول انا مش هحط ايدي على مراتي تاني أنا مش هحط إيدي على مراتي تاني أنا مش هحط إيدي على مراتي تاني أنا مش هحط إيدي على مراتي تاني وأنتي هبتي إيدك خلصي دول شوي
تعطيك شوي ونقولوا تعطيك. يا عجبكش جا شي واحد يداوي ولا تايه يقدر؟ ما نزيدوش كعيب بكره، حط ايدي على مراتي تاني ما نزيدوش. لا مش لازم يا مدام، دي تمارين علميه. هاي اعملي العلمي اعملي. بصي بقى، قالت لك علميه مرات بلع فمك. بصي، عمليه التنفس بتحصل منين؟ من المناخير هنا. هبطي هبطي ايدك خير، هبطي ايدك مخنني عايف، هبطي ايدك تعرفي تراسي لك تتلبطي من بعد الكل، هبطي ايدك انا ننصحك خير. طب بصوا بقى، عشان تنجح اي علاقه زوجيه في العالم مش عندكم بس، عشان انا خلاص جبت اخري. أيوة. اوكي، الراجل لازم يفسح مراته. اخر مره جوزك فسحك امتى؟ اخر مره فسحتها امتى؟ شكون تفسح جيوتك هذي؟ يعني نورمال موت تفسخ. تصوري نبدا خارج معاها. ها تقول خارجه بكلب برجيه المو. تصوري فصايل الفصايل تاع الفصايل تاع الحب الفصايل. شوفوها قط. معلش معلش معلش، انا هاني ساكتة. معلش ما زلت ساكتة. بص ممكن توقف معايا شويه؟ اه توقف بس. ايش قاعدين نعمل؟ معلش نوقف. معلش احنا نوقف. ايش قاعدين؟ بص بقى، هتقول ورايا. نقول وراك. ايدك مشكل ب ايدك، خاطلك ايدك. هفسح مراتي هفسح مراتي هفسح مراتي هفسح مراتي. قول ورايا. هفسح مراتي هفسح مراتي هفسح مراتي. هفسح مراتي يا دكتورة. هفسح مراتي هفسح. انت تحبي على طاطيح القدر؟ بعدي قولي هفسح مراتي. انا هفسح مراتي، انا باش نفسخك يا دكتوره. سايبوا المودي وابعدي. هفسح مراتي، حصرفك مراتي، حصرفك حصرفك مراتي، حصرفك مراتي. طيب 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 طيب، معلش 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 معلش، هنعيد من الاول. خلينا مش قاعدين نعمل تمارين ثانيه. معلش المفيده داخل الاخر. مش هي تمارين ثانيه. اسمعي اسمعي، راني بديت نغلي. معلش ريتي اكاريك الغرداء هذاك وكبري ابو العباس وريتي ابو المصريه رايح جاي. انا وحياه السيده زينه بريديها راني باش نفتفتك. دفنينو سوا يا اختي. الله حجه اللي ما تتفوتش. اقول لك حاجه، معلش هي زعلانه يا بنتي. جادوره زعلانه. معلش هي زعلانه. هذيك جادوره هي زعلانه. زعلانه. طيب طيب طيب، لما بتصحوا الصبح اول حاجه بتعملها ايه لمراتك الصبح اول ما تصحى؟ حشاك نحيلها الدعماش من عيناها. كعبه الدعماش ما تتصوريش. ومن بعد نغسل المخده والبشاكر. نغسل المخده والبشاكر. من بعد ايش تغسل؟ المخده والبشاكر. ده ايه ده؟ ده اخو هاني شاكر يعني. عسل الدكتوره ذي. شكون عسل؟ ها والسمان نتكلم. بلع فمك بلع فمك. خل خرج وخلي العلاقه تتخرج. بلع فمك. خرجت في بلاصه اخرى خير. الكلام اللي تحب تحكي عليه. باهي انا ساكت. كملي عاد. هاني هاني هاني. لا نعم، مش اللي قلته خالص. انا مش مصدقه اللي انتوا مش دي التمارين. نعم. اول حاجه لما تصحى الصبح مش دي؟ مش نعم. اول حد اول حاجه لما تصحى الصبح حضرتك دي مراتك. مراتي ما انا متسلفها. ايوه يعني دي مراتك. بص القمر. اول حاجه لما تصحى الصبح تحضنها. ها وتقول لها اوه. قول ورايا. اوه. قول ورايا. اوه. بحب مراتي 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 بحب مراتي. ايدك قلت لك هبت ايدك. بحب مراتي بحب مراتي بحب مراتي كمان بحب مراتي. مش نقعدوا للصباح حبهم بعد ما زال سكيتش لحظه. لا بصوا بص انا نبصوا مصبح واحنا نبصوا. لازم تحب مراتك دي حقيقة. لازم تحضنها. خلنا نرجع للتمارين. طو طو شوف عنقي عنقي. لازم تحضن مراتك الصبح وتعبر لها عن حبك. واضح فهمتك. وتعرفي انا على شنو باش نعبر لك؟ تعرفي انت على شنو باش نعبر؟ انت تسكت خالص. قلت لك اهم حاجه شنو هي؟ الهدوء. ايوه طيب يرجع يجي بحب مراتي. يجي يرجع بحب مراتك. الهدوء الهدوء بحب مراتك. هو ده التمرين الصح على فكره. لا على فكره فاهمينها غلط. قلت مني فاهمينها غلط. انت عارفه انا بعمل ايه؟ الله انت عارفه انا بعمل ايه؟ يا تليحه يا تليحه. ده انا حصر